ولمناقشة هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور فخري القيسي، عضو رابطة دعوة السلفية في العراق. دكتور فخري، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله دكتور. يعني الآن نصف مليون نازح في العراء خارج الموصل، ونصف مليون آخر تحت القصف وبين أنقاض داخل المدينة، ويتعرضون حسب تعبير الأمم المتحدة لأسوأ كارثة. برأيك أهذه ضريبة طبيعية للحرب، أم الهدف من ذلك هو استهداف المكون الديموغرافي في المدينة؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حقيقة هو الوجود الديموغرافي السكاني الموصل وتاريخ الموصل هو الذي يستجلب كل هذه العداوة التاريخية. أنتم تعلمون من زمن نادر شاه وتاريخ الصفويين مليء بدماء ضد أهل الموصل وثارات، وأيضا أضيفت إليها ثارات مذهبية طائفية. فأهل الموصل هم كما معلوم من مكون واحد، ولهم مواقف تاريخية مهمة في تاريخ العراق وضد أعداء العراق. فلذلك المسألة هي ليست مسألة أخطاء حرب أو معارك، هي مسألة استهداف المكون السني بلا شك، وبالأخص في الموصل. فلذلك نصف مليون النازح يعانون كما خارج الموصل من النازحين، يعانون أيضا كما يعاني النصف الآخر الموجودون في الموصل. فلذلك هنالك استهداف طائفي مخيف، والمسيح هو منصف. يعني الان امريكا لحد الان لم تثبت ما تدعيه من انها ما زالت تتوافق مع ايران ضمن نفس المشروع وهو عباده اهل السنه والجماعه. يعني دكتور انت ترى، وايضا فضيله الشيخ، انت ترى، هل ترى المستهدف الرئيسي الان هم اهل السنه تحديدا؟ العرب السنة؟ حتما هو المشروع القادم إلى المنطقة، ليس إلى العراق فحسب. أخي العزيز، إنه كما تعلم أن الكيان الصهيوني القابع على أرض فلسطين المحتلة له مشروع يتوافق مع المشروع الأمريكي والمشروع الإيراني، هي تصفية حسابات وإفراغ المنطقة من مكونها الرئيسي والمكون الذي يدافع عن أرضها وثرواتها، الذي يشعر وينتمي انتماء حقيقي لهذه التربة. فلذلك المستهدف العراق والشام إفراغ أهل السنة، أهل السكان الحقيقيون لهذه المنطقة، مما يسهل للمشروع الإيراني والمشروع الصهيوني معا، وأيضا المشروع الأمريكي هو الدافع لهم وهو المحرك. طيب، هذين المشروعين. طيب، لمقاومة هذا المشروع كيف ترون أداء سنة العملية السياسية؟ أخي، العملية السياسية هذه عملية المحتل هو الذي معها ولا زال هو مهيمن عليها، وهو الذي يقرر بالتعاون مع إيران في إيجاد الشخصيات التي تساهم حقيقة في مسألة دفع المشروع الأمريكي والصهيوني والإيراني في المنطقة، إضافة إلى منافعهم الشخصية ومنافعهم الحزبية ودوافعهم الطائفية. طيب، أنتم كدعاة يا شيخ، أنتم كدعاة ماذا تفعلون حيال ذلك؟ أخي، منذ بدء الغزو ما يستوجب الشرع علينا، ما استوجبه الشرع علينا قمنا به، ولكن الاستطاعة كانت حسب ما كان موجود، والمشروع القادم آلياته أكثر ما نستطيع. أي هنالك استخدام حقيقي لآليات إقليمية وآليات عسكرية وكل ما شئت. فلذلك أهل السنة والجماعة أيضا، يعني دول الجوار، يعني عتب كبير على الدول العربية، ويعلمون هذه الحقيقة انه لا حول لهم ولا قوه. اكثر من 13 سنه هم يدفعون هذا المشروع كل ما اوتوا لحد الساعه، يعني نحن لم نيأس ولن نيأس.
نحن لازلنا هذه أرضنا وهذه ثرواتنا وديننا هو في العراق وفي الشام. لا يمكن لنا أن نتغير أو نغير المنطقة. المنطقة بإذن الله ستبقى العراق والشام كما كانت في ناحي الحضارة الإسلامية. الدكتور فخري القيسي، عضو رابطة دعوة السلفية في العراق، كنت معنا عبر الهاتف، نشكرك جزيل الشكر.